أهلا بكم في حلقة جديدة من مانشيت أحمر. يصر الحشد الشعبي على ألا يقاتل تحت غطاء من طائرات التحالف الدولي، هكذا أعلن أحمد الأسدي المتحدث باسم الحشد يوم أمس، لترد اليوم الطائرات الأمريكية بقصف مكثف على القضاء الذي يعد آخر معاقل داعش في محافظة نينوى. لكن ألم يقاتل الحشد في تكريت والموصل ومدن أخرى تحت غطاء الطيران الدولي؟ فما الذي استجد في تل عفر؟ يقول مراقبون أن تل عفر هي نقطة التحول الاستراتيجية لدى الحشد الشعبي الذي يريد مسك الأرض فيها بعد انتهاء العمليات العسكرية. حلم الطريق البري إلى سوريا إذن يعود مجددا، في حين تلوح في الأفق قاعدة عسكرية أمريكية حول القضاء الذي تمتد أراضيه باتجاه الأراضي السورية، الأراضي السورية التي ينظر لها الحشد بعين الترقب لدخولها بحجة ملاحقة داعش، بل ويصر على ذلك ليجد نفسه أمام العبادي الذي قال ذات مرة إن أساس فتوى السيد السيستاني هي الدفاع عن الوطن وتحريره. فهل أصبح الوطن في سوريا؟ نناقش هذا الملف بشكل أوسع مع المتحدث باسم هيئة الحشد أحمد الأسدي، لكن قبل ذلك نتابع أبرز منشطات حلقة اليوم. العراق يدخل منطقة الخطر اقتصاديا، الديون العامة تتجاوز 122 مليار دولار أمريكي خلال عام 2017 وتوقعات بارتفاعها خلال الأعوام المقبلة. علاوي محذرا، الفساد المستشري والمحمي سياسيا يعيق أي خطوة باتجاه تحفيز التنمية وإطلاق عجلة الاقتصاد. ائتلاف دولة القانون يدعو الوفد الكردي المفاوض إلى وضع الدستور العراقي فوق جميع الاعتبارات والابتعاد عن سياسات الأمر الواقع. سنلغي الاتفاق النووي خلال ساعات إذا استمرت الولايات المتحدة في سياسة العقوبات والضغوط، حسن روحاني يدعو الإدارة الأمريكية للتفاوض. نفتح النقاش في هذا الملف كما قلنا مع سيد أحمد الأسدي المتحدث باسم الحشد الشعبي. سيد أحمد أهلا بك معنا. إذا دائما ما تلوحون بالرد حول استهداف الحشد، ولكن اليوم جاء الرد من الجانب الأمريكي بعدما صرحت بأن الحشد لن يقاتل تحت غطاء التحالف الدولي. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم المشاهدين الأعزاء. أنا يوم أمس كان مقرر أن أكون معك أيضا في نفس البرنامج، ولكن بسبب سوء الاتصالات لم أستطع أن أتحدث وأرد على تعليقاتك يوم أمس. كنت ذكرت يوم أمس في مداخلتك الأولى أن الحشد يغرد خارج سرب العبادي في اقتطاع لبعض كلماتي وتأويل غير صحيح لما قلته وتحريف لهذه الكلمات. أولا، الحشد هو طائر العراق الذي حقق للسرب العراقي معظم انتصاراته، والعبادي هو قائد هذا السرب حاليا باعتباره القائد العام للقوات المسلحه. ثانيا، ليس هنالك اي اثنينيه ما بين الحشد والحكومه او الحشد والسيد العبادي، لاننا جزء من المؤسسه الامنيه والعسكريه والتي القائد العام والقائد الفعلي والمباشر لها هو السيد القائد العام للقوات المسلحه. كل احاديثنا وكل ما ذكرته انا يوم امس في مؤتمر الصحفي كانت تتحدث عن الارتباط بالقائد العام للقوات المسلحه وتوزيع الواجبات. سنتوقف سيد أحمد عند هذه النقطة، سنتوقف عند هذه النقطة، ولكن بعد ردك على سؤالي، يعني عندما يقوم اليوم التحالف الدولي بقصف مكثف على قضاء تل عفر، وأنتم أيضا تقولون أنكم لن تقاتلوا تحت هذا الغطاء، يعني هو كأنهم هم ردوا على هذه الكلمات. لا أبدا، الموضوع ليس له علاقة بردود، ونحن لا نتعامل مع هذا الموضوع بالأفعال وردود الأفعال. أنا قلت في مؤتمر الصحفي يوم أمس وأكرر الآن حتى لا يحرف الكلام بغير اتجاهاته، أن التحالف الدولي موجود بناء على دعوة من الحكومة العراقية، وهو ينسق مع قيادة العمليات المشتركة. وجهة نظرنا في الحشد كانت ولا زالت أننا لسنا بحاجة إلى أي غطاء من طيران التحالف الدولي، لأننا نكتفي بطيران الجيش والقوة الجوية العراقية. ونعتقد أن العملية القادمة أيضا القطعات التي سيخ أو القواطع التي سيتحرك فيها الحشد الشعبي
الشعبي نحن نكتفي بهذا الغطاء، أما مسؤولية التنسيق مع طيران التحالف يتدخل أو لا يتدخل، يضرب هنا أو لا يضرب هناك، هي ليست من مسؤوليتنا، هذه مسؤولية قيادة العمليات المشتركة التي هي المسؤولة الوحيدة عن التنسيق مع هذا الطيران. وطيران التحالف يتواجد في كثير من العمليات منذ 3 أعوام ويتحرك وفقا ل تنسيقه واتفاقاته مع قيادة العمليات المشتركة. أما نحن في الحشد فجميع عملياتنا كان غطاؤها أو غطاؤنا المباشر هو من طيران الجيش والقوة الجوية العراقية. طيب يعني سيد أحمد، لماذا اليوم، لماذا تل عفر، لماذا لم يكن هذا صوت عاليا في تكريت في الموصل مثلا؟ يعني قاتلتم سويا في المرحلة السابقة، لماذا تل عفر؟ هل تتخوفون من تواجد أمريكي في هذه النقطة؟ ابدا، احنا بالنسبه لنا في كل عملياتنا السابقه كان موقفنا فيما يتعلق بدعم طيران التحالف للحشد مباشره، كنا نقول اننا نكتفي بطيران الجيش والقوة الجوية العراقية. وحتى في عام 2015 في عمليات تحرير تكريت توقفت العمليات بضعة أيام حينما حصل تداخل في الغطاء الجوي ما بين القوة الجوية وطيران التحالف حينذاك في تغطية عمليات الحشد والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب. لكنني أعود وأكرر أن صاحب القرار في مسألة الغطاء الجوي من أي طرف يكون وأين مستواه وإلى حد يصل هو القائد العام للقوات المسلحة وقيادة العمليات المشتركة المخولة من قبل القائد العام للقوات المسلحة لتحديد كيفية وآلية استخدام الطيران سواء كان طيران الجيش أو طيران التحالف الدولي. أما بالنسبة لنا ذكرت في معرض المقدمة أو ما تفضلت به أن هنالك تخوف أو ربما الحشد يريد أن يمسك بتل عفر بعد تحريرها. فيما يتعلق بمسك المناطق بعد تحريرها عادة قيادة العمليات المشتركة هي التي تحدد القطعات الماسكة للأرض، وسبق وأن حررنا الكثير من المدن ولكن سلمناها مباشرة بعد تحريرها أحيانا بيوم أو يومين. ولكن سيد أحمد يعني تل عفر اليوم قريبة من الحدود السورية، وأيضا ذكرت أنكم يعني ستحاولون مسك الحدود بين العراق وسوريا، وأيضا تسعون إلى الدخول إلى سوريا والاستمرار في الحشد، وهذه النقطة بالتحديد سيد أحمد حتى يتم الرد على الكلام الذي قلت بأنه تأويل أو تحريف للكلام. يعني أنتم اليوم تحريف ليس تأويل سيد أحمد، اليوم أنتم تقولون بأن الحشد متواجد في سوريا وهو يدافع في سوريا ومن 6 سنوات، ولكن السيد العبادي اليوم يعتبر الفصائل المتواجدة في سوريا بأنها غير تابعة للحشد، فهل كيف اليوم الحشد يأتمر هذا تحريف واضح القائد العام؟ سيدة العزيزة هذا تحريف واضح لنص الكلام. نحن قلنا ونقول ونؤكد لا يوجد مقاتل واحد من الحشد الشعبي خارج الحدود العراقية، كل مقاتلي الحشد الشعبي يقاتلون داخل الحدود العراقية. ويوم أمس حينما تحدثت أنا في المؤتمر الصحفي ذكرت أن ما جرت من حوادث تعرضت لها فصائل المقاومة التي تقاتل في سوريا منذ 6 أعوام وليس تشكيلات الحشد الشعبي المنتمية إلى يعني هذه المؤسسة. يعني كتائب سيد الشهداء هي منضوية تحت قناة الشرقية مسمى الحشد الشعبي وتعمل حينما في تصر قناة الشرقية على أن تؤكد أن الناطق باسم الحشد يقول أن الحشد يتواجد في سوريا وأن الحشد هو من ساهم بحفظ وجود النظام السوري. هذا الإصرار لا يعني إلا تحريفا لما نقول ولا يعني إلا تسويقا لقضية خاطئة. هذه الفصائل تقاتل في سوريا قبل تشكيل الحشد ب3 أعوام، لديها متبنياتها الفكرية والدينية والسياسية والتي تقاتل على ضوها. نعم قلنا أننا نقدر هذا القتال ونحترمه وهو محل احترام وتقدير واعتزاز، ولكنه كل من يتواجد خارج الأرض العراقية هو ليس جزءا من مؤسسة الحشد الشعبي، فلا تناقض بين ما نقول وبين ما يقوله السيد رئيس الوزراء، بالعكس هو توافق واتفاق واضح وبين. طيب سيد أحمد يعني ما يتعلق بالحدود لو كان هناك أي تحريف، عفوا سيدتي تل عفر ليست منطقة حدودية مع سوريا، تل عفر تبعد 60 كيلومتر عن الحدود السورية. سنكمل سيد أحمد الحوار، ولكن للتوضيح فقط لو كان هناك أي تحريف ماما كنت قبلت بأن يعني تتم استضافتك اليوم ويوم أمس أيضا، ولكن بسبب يعني قبلت حتى أرد على تحريفكم قبلت حتى أرد على التحريف في تقاريركم. نعم
نعم سيد أحمد، يعني هو كان محرفا وأنا هنا حتى أرد على هذا التحريف. تمام، لكن التصريح الذي جاء على لسانك لا يمكن اليوم أحد أن يعني يتم تحريفه من قبل. ممكن تعيدي لي نص التصريح؟ سنعيد عليك في حال جهوزيته، ولكن دعنا نكمل في موضوع تل عفر. يعني اليوم تل عفر قضاء مهم جدا، عليه كثير من اللغط كما قلنا. يعني هنالك قاعدة أمريكية عسكرية قريبة من القضاء، هل سنشهد، بما أنكم دائما تهددون بالرد على من يستهدف الحج، هل سنشهد هنالك تصادم بينكم وبين الجانب الأمريكي بتواجد هذه القاعدة التي انتهت منها 50%؟ سيدتي، نحن مؤسسة رسمية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، وأي وجود أرضي لأي دولة، وجود أرضي مقاتل مرفوض من قبل الحكومة ومجلس النواب، هذا أولا. أما التحالف الدولي بغطائه الجوي ومستشاريه فهو داخل العراق بدعوة من الحكومة، وعليه لا يمكن أن يحدث تصادم بين مؤسسات الدولة نفسها. أقول أي تواجد بري أمريكي أو غير أمريكي مرفوض، هذا ليس قولي، هذا قول الحكومة ومجلس النواب وكل الدولة العراقية. أي تواجد بري مقاتل مرفوض بالتأكيد، هذا أولا. ثانيا، فيما يتعلق بإنشاء قاعدة أمريكية في تل عفر، إذا الآن أنا أسمع هذه التقارير لكن لم يتأكد ولم يثبت لدينا بالأدلة وبالوثائق، باعتبارنا متواجدين في المنطقة لم نرى دلائل تشير إلى إنشاء قاعدة أمريكية بالقرب من تل عفر. كل مناطق المحيطة بتل عفر يمسك بها الحشد الشعبي بنسبة 80% أو 90%، بالإضافة إلى قطعات الفرقة 15. هذه الأماكن التي نتواجد فيها بالقرب من تل عفر لم نلحظ إنشاء قاعدة أمريكية إلى الآن. طيب سيد أحمد، بما أننا وعدناك سنستمع وإياك إلى التصريح الذي أدليت به. قوات برية أمريكية المشاركة في عمليات تل عفر ليس صحيحا، وأغلب ما يشاع حول هذه القضية لا يعتمد على تقارير حقيقية ولا يعتمد على أرقام دقيقة. الحكومة العراقية، الحشد، مجلس النواب، القطاعات العسكرية، القوات المسلحة، الجميع يقول أننا لا نقبل بأي وجود بري لأي دولة أجنبية تحت أي عنوان أو مسمى. ومع ذلك تستمر التقارير التي تؤكد وجود قوات برية، لكني أؤكد لك لا توجد قوات برية أمريكية على الأرض في تل عفر. ليس هناك تمييز في القطاعات التي تشترك. أنا أحب أن أذكر لكم أن أغلب، إن لم أقل جميع، أغلب قطعات الحشد الشعبي وتشكيلاته وألويته، وأنتم تعرفون العناوين والأسماء، إن لم تكن جميعها فأغلبها ستكون مشاركة في عمليات تحرير تل عفر. ولن يشترك هذا اللواء ويمنع ذاك اللواء، ولا هذا التشكيل ويمنع ذاك التشكيل، كل قطعات الحشد الشعبي، والقرار يعود لقيادة الحشد. طلبوا منا في قيادة العمليات المشتركة تشخيص القطعات الجاهزة للمشاركة في العمليات، وأبلغناهم وحددنا هذه القطعات التي ستشارك، وهي تقريبا 90% من تشكيلات الحشد ستكون مشاركة في هذه العمليات. بالعودة إلى سيد أحمد الأسدي، سيد أحمد، يعني عندما نتحدث أن هناك فتوى اليوم من السيد السيستاني، والتي أيضا ذكرها السيد العبادي، بأن هذه الفتوى هي لحماية الوطن وتحريره من الإرهاب والحفاظ عليه، فلماذا اليوم يتم الحديث إلى الدخول يعني أو خروج من الأراضي العراقية إلى العمق السوري حتى وإن كانت لملاحقة داعش؟ ألا تعود بذلك على العراق بعمليات انتقامية؟ لا أبدا. أولا، أنا ليست من مسؤوليتي أن أشرح تفاصيل هذه الفتوى المباركة، ولكن الفتوى واضحة للدفاع عن العراق، وواحدة ربما من عناوين الاستجابة أو مصادق الاستجابة إلى هذه الفتوى أن يدافع دبلوماسي عراقي في أقصى الشرق أو في أقصى الغرب عن مصلحة العراق ضد داعش وجرائمه، تعتبر جزء من الاستجابة إلى الفتوى، أو أن يدافع عراقي عن حدود العراق من جهة سوريا، هو فهمه للفتوى، فهم الفتوى بهذه الطريقة، فهذا أمر مقبول جدا، هذا أولا. ثانيا، أؤكد مرة أخرى، هذه الفصائل وهؤلاء المجاهدين يقاتلون في سوريا قبل الفتوى بثلاثة أعوام، أي أنهم شخصوا أن هنالك خطرا كبيرا قادما من هذه العصابة الإرهابية في سوريا باتجاه العراق. وجودهم في سوريا بالإضافة إلى الدفاع عن المقدسات هناك، عن مقام السيدة زينب وبعض المقدسات الأخرى، أيضا هو دفاع عن العراق، لأن هذه العصابة، وكما قلت أنا يوم أمس، تصوروا معي لو أن دمشق سقطت بيد عصابات داعش وأصبحنا نحارب دولة تمتلك دبابات وطائرات ومدفعية وأسلحة ثقيلة،
كيف سيكون عليه وضع العراق وكيف كانت ستكون صورة المنطقة. لذلك هذه الدماء التي سالت في سوريا ساهمت بالتأكيد في محاربة الإرهاب وإضعاف هذا الكيان الإرهابي الذي يسمى بالدولة الإسلامية والتي أسموها بدولة العراق والشام لترابط الحدود فيما بين الدولتين. طبعا أنا استمعت إلى مقاطع من المؤتمر الصحفي اللي سمعتني الآن، ما بي إشارة أي إشارة إلى ما ذكرتموه من قولكم أننا داخل الحدود السورية وأننا نرد على ضربنا في سوريا وما شابه ذلك. طيب سيد أحمد، سنعاود الحوار ولكن بعد هذا الفصل قصير. بالعودة لضيف الكريم السيد أحمد الأسدي. سيد أحمد أهلا بك مجددا. إذا أنت تنفي نفيا قاطعا يعني توجه فصائل من الحشد الشعبي إلى سوريا بعد الانتهاء من محاربة الإرهاب داخليا. موضوع الانتهاء من محاربة الإرهاب داخليا، خروج أي قوات مسلحة عراقية خارج الحدود العراقية قضية دستورية تحتاج إلى موافقة مجلس النواب وإلى موافقات كثيرة وبالتأكيد إلى توافقات دولية وإقليمية، لذلك يكون الجواب عنها في حينها. أنا فقط بعد ما تحدثت معكم الآن وذكرت لك بشكل واضح ما جرى من تحريف، أيضا أنا أشاهد همزين أكو تلفزيون أمامي تصر قناتكم على كتابة تصريحات باسمي محرفة وفيها كذب صريح على ما قلته وليس دقيقة. تقول أحمد الأسدي يقول فصائل الحشد هي التي ساهمت في الحفاظ على نظام الرئيس السوري بشار الأسد. أحمد الأسدي يقول فصائل الحشد سترد على استهدافها. وكثير من الأقاويل لا يعقل أن تصرون على أشياء لم أقلها وأنا كما يقال المصنف حي والتسجيل حي وموجود وتصرون على تحريف ما قلته لكي تعبروا عن وجهة نظركم فيما تريدون إيصاله. سيد أحمد يعني نحن فقط الوقت لا يسعنا اليوم يعني الشرقية بصدق يعني. سيد أحمد نحن نود أن نستغل وجودك ونسألك مباشرة وأن التصريح موجود ولكن نحن يعني عرضنا القليل من فقط لنكمل معك الحوار، ولكن اليوم دعنا نقول يعني إذا أنت تقول ستكون هذه النقطة أو هذا القرار سيكون حينها ويخرج من القائد العام للقوات المسلحة، ولكن القائد العام للقوات المسلحة ألم يقل صراحة أن كل من يقاتل خارج الحدود العراقية هو لا ينتمي إلى الحج ولا يمكن اليوم يعني حتى أيضا السيد العبادي يقول ويرفض تحويل أراضي العراق لميدان حرب الإنابة. سيدتي الكريمة أنا قلت في عشرات اللقاءات والمؤتمرات الصحفية لا يوجد مقاتل واحد من الحشد الشعبي خارج الحدود العراقية. ليش تريد تصرون أنه إحنا نقول اللي بسوريا حشد؟ أبدا، ما يقوله رئيس الوزراء هو الحقيقة وما نتحدث به نحن هو الصدق. من يعني فصائل المقاومة ليس هي جزء من الحشد الشعبي قبل وجود الحشد؟ لا، لديها تشكيلات، لديها عدد من المتطوعين الآن أصبحوا عبارة عن ألوية تنتمي إلى هذه الهيئة. أما هذه الفصائل محترمة ولها وجوداتها ولها علاقاتها وقراراتها. نعم سيد أحمد الأسدي المتحدث باسم الحشد الشعبي، شكرا جزيلا لك.
بدأ الاقتصاد العراقي بالدخول إلى دائرة الخطر رسميا. هذا ما كشف عنه صندوق النقد الدولي بعد أن تجاوزت ديون العراق 122 مليار دولار. اختبأ الفساد المالي المتفشي في معظم مؤسسات الدولة خلف هذا الارتفاع الصادم في ديون العراق، إضافة إلى انهيار أسعار النفط والحرب على داعش. تصدر العراق ولسنوات عديدة قائمة الدول في تفشي الفساد، وفي ذات الوقت يرفع الجميع صوته عاليا منددا به ومطالبا بمكافحته. وفي محاولاتها لإنهاء الفساد أقرت الحكومة العراقية قانون يقول للمسؤول العراقي من أين لك هذا، وهو قانون الكسب غير المشروع. تبدو الحكومة جادة في مساعيها لمكافحة الفساد خلال المرحلة المقبلة، لكن ما مصير الفساد وموازنات الدولة المنهوبة خلال السنوات الماضية؟ هل تستطيع الحكومة أن تطبق قانون من أين لك هذا بأثر رجعي؟ لماذا لا تحاسب المسؤولين السابقين في الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003؟ ما قيمة القانون إذا لم يشمل فساد الوزراء والمسؤولين والأحزاب التي أغرقت العراق بالفساد؟ نجيب على هذه الأسئلة وغيرها مع النائب عن تيار الإصلاح وعضو لجنة العمل النيابية صادق المحنة، لكن قبل ذلك نذكر بأبرز منشطات حلقة اليوم. العراق يدخل منطقة الخطر اقتصاديا، الديون العامة تتجاوز 122 مليار دولار أمريكي خلال عام 2017 وتوقعات بارتفاعها خلال الأعوام المقبلة. علاوي محذرا، الفساد المستشري والمحمي سياسيا يعيق أي خطوة باتجاه تحفيز التنمية وإطلاق عجلة الاقتصاد. ائتلاف دولة القانون يدعو الوفد الكردي المفاوض إلى وضع الدستور العراقي فوق جميع الاعتبارات والابتعاد عن سياسات الأمر الواقع. سنلغي الاتفاق النووي خلال ساعات إذا استمرت الولايات المتحدة في سياسة العقوبات والضغوط. حسن روحاني يدعو الإدارة الأمريكية للتفاوض. دعا صندوق النقد الدولي الحكومة العراقية إلى بذل المزيد من الجهود من أجل ضبط السياسات المالية. نتابع التفاصيل في سياق هذا التقرير. أزمات متلاحقة أنهكت الاقتصاد العراقي وبددت مئات المليارات من الدولارات خلال أقل من 10 أعوام. وقد تكون أزمة انهيار أسعار النفط مطلع عام 2014 هي الأقوى، خصوصا وأن الاقتصاد العراقي يعتمد اعتمادا كليا على النفط كمصدر أساسي للدخل، إضافة إلى الحرب على الإرهاب والتي كلفت الميزانية أموالا طائلة هي الأخرى. لكن وعلى الرغم من ذلك، فإن الفساد المستشري في معظم مؤسسات الدولة التأثير الأكبر على انهيار الاقتصاد. صندوق النقد الدولي أكد أن الدين العراقي بلغ 122 مليار و900 مليون دولار خلال عام 2017، متوقعا أن يصل ذروته في العام 2020 إلى نحو 138 مليار دولار و400 مليون. بدأ الاقتصاد العراقي إذن بالدخول إلى دائرة الخطر. تجاوز الدين العام نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤشر أداء ضعيف في السياسات المالية للحكومة العراقية المطالبة بمواصلة جهودها لضبط أوضاعها المالية العامة وتقوية القطاع المالي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال. وتعجز الحكومة العراقية عن تأمين موارد مالية بديلة عن النفط لدعم الموازنة والاقتصاد، في وقت هي بأمس الحاجة إلى التكيف مع شحة الموارد وتفعيل القطاعات الاقتصادية البديلة كالصناعة والزراعة والسياحة وتحفيز القطاع الخاص، ليس فقط لتمويل الموازنة وإنما أيضا لامتصاص البطالة وتشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة والحد من الاعتماد شبه الكلي على الاستيرادات في تغطية الحاجة المحلية من السلع والخدمات. نفتح النقاش في هذا الملف مع ضيفنا سيد صادق المحنة، نائب عن تيار الإصلاح. سيد صادق، أهلا بك معنا. يعني استمعت إلى ما جاء من قبل صندوق النقد الدولي، ديون العراق 122.9 مليار دولار،
بالعام 22 يعني بالعام 20 راح يصل 138.4 مليار دولار. ما السبب؟ وأنتم أيضا كتيار إصلاح كيف تنظرون إلى هذا الموضوع؟ شكرا جزيلا، تحية لجنابكم، لحضرتك، لكل مشاهديكم الأكارم. أهلا بك. ودعيني أستثمر وجودي في الشرقية لأوجه قبل أن أجيب على هذا الموضوع المهم، وهناك علاجات حقيقة إذا التزمت الدولة، ولكن أريد أن أوجه رسالة بما أنكم أظهرتم مانشيت الوفد الكرد المفاوض. أوجه رسالة إلى أخواننا الكرد أن لا، ونقول لهم أن لا يتفاوضوا على تقسيم العراق، أن لا يكون التفاوض على تجزئة العراق إلى دويلات، أن يكون التفاوض على وحدة العراق والحرص على هذه الوحدة بكل ما نستطيع، وأن يتفاوضوا ويحلوا المشاكل التي سبب كبير منها هم الحكومة الكردية، الإخواننا الكرد، حكومة أربيل. وأعتقد أن رئيس الجمهورية هو رئيس العراق، هو من الأخوة الكرد، والمادة 67 من الدستور تحتم على رئيس الجمهورية باعتباره يمثل سيادة العراق ووحدة العراق، أن يحافظ على استقلاله وثرواته واقتصاده وعلى سيادته ووحدة العراق. فهذه مادة في الدستور، أن نلتزم في الدستور ونتعاون ونتحاور فيما يأتي في الدستور، لا نتفاهم ونتحاور على تقسيم العراق. طيب سيد صادق، يعني هذا الملف بحذاته لم نقصر بمناقشتي، ولكن دعنا نستثمر وجودك معنا ولتجب على سؤالي. اليوم مديونية العراق 122.9 مليار، ما السبب؟ وأنت أيضا قلت هنالك ربما حلول. سيدتي العزيزة، متوقع هذا الموضوع، وفعلا متوقع أن إذا بقت الدولة بهذا السخاء الغير مبرر، السخاء والغير معقول، السخاء في ترك الفاسدين والنهب لكل من هب ودب بأن ينهب ثروات العراق. حقيقة ليس لدينا سياسة اقتصادية ولا سياسة إدارية لمعالجة الأمور. المشكلة إذا لو جاءت موازنات العالم كله ويبقى العراق في هذه الطريقة من الإدارة وفي هذه الطريقة في محاربة الفساد، لم تحل الأمور. سيدتي العزيزة، لو التفتنا إلى مفصل واحد ممكن يخرجنا من هذا، إلى لو وقفنا موضوع الفساد في وزارة النفط فقط ووزارة الكهرباء لخلصنا من هذه الديون جميعها، ولو استرجعنا العقارات التي بيعت العراق، انباع عقارات العراق، انباع التفصيخ مثل ما يقول المثل الشعبي للأسف، وصلنا إلى حقيقة مرة، وما يعني مرات نصرح بالتلفزيون ونلوم نفسنا نقول ما نريد نشر غسيلنا، ولكن هاي حقائق مرة حقيقة. هذه الأمور لا تحل بالأمنيات ولا تحل بالخطاب العالي ولا تحل بأن ترفع صوتك، هذه الأمور تحل بوضع قوانين. من أين لك هذا مو شعار، صار لنا كم سنة رافعين الشعار من أين لك هذا، ولا يحاسب أحد في هذا. أنا طرحت مشروع وقدمته قبل سنة ونص إلى السيد رئيس البرلمان وحال إلى أحد مستشاري، قلت له على الأقل من مدير عام فما فوق إيش قد رواتبه وإيش قد عنده الآن، ترى واضح معروفة وين راحت الفلوس، هربت إلى الخارج، جزر وعمارات وشوارع في دول أوروبا، وما شاء الله أخواننا اللي إجوا كلهم عندهم جنسيات أخرى وبسهولة. وخلينا نحاسب هذا، ما عندنا مشكلة، إحنا ما عندنا قلة موارد، عندنا تبذير بالموارد، عندنا استنزاف للموارد بطريقة الفساد. سيدتي العزيزة، أنا أقول الفساد، ما المشكلة ما ظل بس على العراق، انتشر في كل، شلون لا سمح الله جرثومة وانتشرت إلى الدول اللي إجوا منها هؤلاء.
أتمنى أنه على هاي الدول ما أعرف شلون تقبل أن يدخل لها الفساد بهذه الطريقة عن طريق عقارات وعمارات وجزر، هي هذه من فلوس العراقيين. ولهذا لو قلنا كل موظف من مدير عام فما فوق صار عدة تضخم غير معقول في الثروة، نجي ايش قد راتبك بالهاي 10 سنين بالوظيفه، ايش قد راتبك مليار، تاخذ المليار وما زاد. طيب سيد صادق، سناتي على هذه النقطه الأخوال. نعم ونكمل الحوار في هذا الملف، حوارنا مطول في هذا الملف، سنقف عند جميع النقاط ولكن وقفه قصيره ونعود. بالعودة للسيد صادق محنة، سيد صادق يعني كان من الممكن أن أقول مبروك لقانون من أين لك هذا الذي أقر مؤخرا، ولكن اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب مثل ما قلت. سيدتي العزيزة، والله ما حد يهرب، لو أكو نوايا صادقة لمحاربة الفساد ولأن نعيد كل السراق ماك واحد يهرب. ولكن الحقيقة هي يعني عذرا، الحقيقة المشتركين أقوياء، ولهذا ما حد يريد يفتح هذا الملف. نخلي قانون على الورق وبالنتيجة ما حد يريد ينفذه، وإلا تطبيقه جدا سهل. وأصلا هي هم أسهل من هذا ماكو، عندنا كم شركة كانت متنفذة هي اللي تاخذ العقود. أجيب ذول الشركات لو تنطيني معلومات المن انطيت وشلون انطيت وشنه الطريقة والمبالغ اشقد، لو أنت شريك وهاي معروفة يعني. ولكن كيف يمكن يعني تطبيق هذا القانون؟ نعم، ومعاقبة هذه الشركات التي تتحدث عنها وأن القانون ليس بأثر رجعي. لا لا، ممكن السرقة ما بها حد هذه مال مو بأثر رجعي، لا بأثر رجعي. السرقة ما إلها علاقة، أنت سارق قبل 5 سنين أو قاتل قبل 5 سنين والقضاء العراقي ما لاحقك أو ماكو إخبار عليك، الآن صار الإخبار ماكو أثر رجعي ويطبق وممكن يطبق وبسهولة جدا لو كانت نية. الآن في كل منطقة استئنافية يشكل مهواي 3 قضاة، ونحن نثق بالقضاء العراقي 3 قضاة، ونبعد تأثير الأحزاب والمسؤولين عن هذه اللجنة ونحميها حماية حقيقية، خلت تكون نوايا صادقة. إحنا مشكلتنا مو بالقوانين، القوانين سهلة، بس بالنوايا الصادقة. دول 3 قضاة، إحنا شقد عندنا في كل محافظة؟ خلي يصيرون 60 100 مدير عام، خلال 60 يوم ينهون التحقيق ونلاحق أموالهم وين، بالتعاون مع أصدقائنا في كل الدول، والدول اللي أيضا ما تريد أموالها تلوث بسرقات والرشوة. بعدين هاي الدب مثل ما قلنا أخوان، الإرهاب ما راح يوقف بحدود العراق، راح ينتقل لكم، انديروا بالكم. الآن نقولهم الرشوة والفساد تحولت لكم يا دول، خاصة الدول الأوروبية والدول اللي عندنا تعاملات، والإمارات تروح الآن أي مسؤول عراقي سابق تسأل عنه عنده عمارة بفلان مكان وجزيرة بفلان مكان، إيش منتظرين به؟ منين جابها؟ من ورث الخلف ولا من فلوس العراقيين؟ ولكن سيد صادق يعني تقول يعني بأنه يحتاج إلى تشريع، وأنتم في مجلس النواب، ماذا يعمل مجلس النواب إذا لم يشرع يعني جلب السراق الذين هربوا أموال البلاد إلى الخارج؟ سيدتي خلينا نكون واضحين، ايش قد اكو ناس رادوا يوقفون قانون الانتخابات حتى لا ان نبعد المتسلط التسلط في هذا الموضوع.
قدر يخفف ما قدر يوقفه. الآن ماكو إرادة، بس أنا أقول لك أيضا ضربة رب العالمين هم قوية إن شاء الله، وأعتقد هذه الدورة أفضل من الدورات السابقة، ونأمل أن يجون الشباب في الدورة القادمة وبعدهم دول ما ملوثين بهذا الموضوع. إن شاء الله أن ندعو الشباب من خلالكم أيضا، أم خلي بادر إلى أن يجي بمجلس النواب ومجالس المحافظات، حتى نقدر إذا تكون كتلة حقيقية لمحاربة الفساد ما تبقى عندنا 122 مليار دولار مديونية، ولا راح يستعدل وضع البلد. ترى إحنا القضية بالفساد وانتو تشوفون يوميا، يعني ما أعرف مدراء عامين دي متهمين بهاي القضية، إيش خليتوا للباقين؟ يعني شلون طيب سيد صادق، يعني الفساد هو جزء، محاربة الفساد اليوم هو جزء من استعادة الأموال والارتقاء بالواقع الاقتصادي بالعراق وليس الكل، ولكن سنأتي على الجزء الثاني الذي يتوجب على الحكومة اليوم الإجابة عليه، ولكن بعد هذه الوقفة القليلة. بالعودة لإكمال الحوار مع ضيفنا سيد صادق محنة. سيد صادق، كنا نقول بأن الفساد ومحاربة الفساد هو جزء لمساعدة العراق اقتصاديا إذا ما استعاد هذه الأموال، ولكن يعني ماذا عن اتفاق الاستعداد الائتماني؟ يعني هل كان ضعيفا لهذه الدرجة حتى تصل نسبة الديون وتتجاوز 60%؟ سيدتي فعلا ماكو خطط. احنا مشكلتنا دخلنا في مرحلة الخرف الإداري بعدما تجاوزنا مرحلة الخرف السياسي للأسف. الآن ما معقولة احنا نتكلم عن العقل العراقي ولحد الآن تدار الدوائر بهذه العقلية. نحتاج إلى تفعيل قوانين مهمة وتفعيل الاستثمار، وفعلا احنا الان اكو هناك قرض مشروط من بريطانيا وقيمته 10 مليون جنيه استرليني او اكثر، ما اعرف الرقم بالضبط. هذا انه الطريقه شلون فكروا انه تجي هذه الشركات او خبراتهم ونقترض احنا من المصارف العالميه بضمانه بريطانيا. اكو حلول كثيره، لكن بالحقيقة هي هاي وين المشكلة؟ احنا الروتين وهذا ما يخلي دوائر تجي ولا الاستثمار ايضا ينجح بالعراق. الروتين والفساد اثنينهم، وهذا ممنهج. الحقيقة هي مو قضية اعتباطية، ممنهج. احنا الان لحد الان الزراعة نهرين يجران ويذبن بالخليج وما نحصل منهم شيء، ونصيح احنا ما عندنا مي. الحقيقه قضيه ممنهجه، ونستورد البصل ووصلنا نستورد الشلغم من دول الجوار، حتى هذول تجار دا يشتغلون. المشكله سياسيين تحولوا الى تجار وكل شيء قاموا يفكرون هذه نعطلها، وعندهم القرار يعطلوها حتى يتحول الى تاجر. الاسمنت العراقي هستوى بدا يغطي حاجه السوق وكنا نستورده، ليش؟ مو عندنا معاملنا كلها واقفه. الان انا تكلمت مع وزير الصناعه قال انا عندي 32 مؤسسه عملاقه، 10 منها راح نحولها الى مؤسسات رابحه. مشكلتنا في سوء التخطيط وممنهج، كل شيء ممنهج. الحقيقة الزراعة أنهيناها، الصناعة أنهيناها، استثمار صوري ونتكلم عن استثمار، بس الحقيقة يتلقوه المستثمر من درج الطيارة يحلبون به إلى أن يوصل للموقع. يا مستثمر يجي رأس المال جبان. طيب سيد صادق، يعني عندما نتحدث عن ديون عن مديونية العراق 122 مليار، مديونية دول الخليج عموما 45 مليار،
يعني فرق كبير بين ما يعني يغرق فيه العراق وبين بقية الدول، ولكن يعني هل هنالك إمكانية لتقشف أقوى ستتخذه الحكومة في المرحلة المقبلة؟ سيدتي العزيزة، هي مو ما تقدر مضطرة أن يكون تقشف، هي مو موضوع اختياري، ولكن المشكلة أنا قلت أكو هناك عقم فكري حقيقي في إدارة الدولة. إحنا من يصير مشكلة نركض على رواتب الموظفين، ما عندنا غير هذه الطريقة، ما عندنا يابا، إحنا خلينا نفكر بطرق أخرى. إحنا الآن عندنا أكو قانون التأمينات الاجتماعية مثلا، ردنا نحدد فقط النشط القطاع الخاص، صارت هجمة قوية، شلون أنتم دا تمسون شرائح معينة يابا، هذا فهم غلط. إحنا وراح أقول معلومة من خلال الشرقية، بال 2023 صندوق التقاعد العام، يعني الموظف اللي 40 سنة يخدم ويجيب استقطاعات التقاعدية يخليها بهذا الصندوق، يتأمل من يطلع تفيده في أيام المحنة، بال 2023 راح يفلس تماما صندوق، أو يوصل حد الإفلاس بال 2024 راح يوصل إلى الانهيار والإفلاس بشكل كامل. لازم نفكر، أنا قلتها في مقابلة، الفساد بدأ من قانون الموازنة. نحن نعمل على أنه قانون بنود مو برامج، يعني مثلا أنا من أريد أأهل مصنع معين، المفروض أرصد لهذا المصنع مليار يتأهل. لا إحنا يعني للأسف سيد صادق لا توجد هنالك خطة حقيقية للارتقاء بالواقع الاقتصادي العراقي. سيد صادق محنى النائب عن تيار الإصلاح، شكرا جزيلا لك. إلى هنا نأتي على ختام حلقة اليوم، أعد وألقاكم يوم غد بنفس التوقيت بإذن الله.